وفي ملف يتجدد مع فصل الشتاء، تواصل أزمة النفط الأبيض في صلاح الدين تمددها وتعقد حلولها بسبب غياب الرقابة من الجهة المعنية. وفي قضاء الشرقاط عبر الأهالي عن استيائهم من عدم تجهيز بعض المحطات بالنفط واحتكاره بمحطات معينة، ما سبب زحامات وسوء توزيع أدى إلى عدم استلام البعض حصصهم المقررة. بين الصورة معد تبين خمس محطات افترينا، هذا الجنسية ما تبين الصورة ما تبين. سووا نظام، سووا سرة، سووا حل المواطن، الناس فاين حظها، هلكت من البرد. هذه مو 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 سالفة هذه. يعني احنا نجي من الفجر قاعدين من اذان الفجر هين، والساعة انه تصير 12 واحنا ما مستلمين. يعني انا هذه رابع نوبة، انا اروح من محطة على محطة استلم بطاقة رقم واحد. يعني شلون احنا ايمت نصير احنا اهل النفط، احنا العراق، احنا عيب على كل مسؤول ما يحرك نفسه، ما يدحج على هالشعب العراقي صاير بيه. امتى تحسون انتم المسؤولين؟ امتى؟ والله يا اخويا نفط قليل، نريد من المحافظه ان توفر لنا محطات كثيره تكثر الاسعار. اولا هاي محطه واحده توزع، يعني هاي اخر كابونه، يعني اليوم تسقط اذا ما استلم بيها. اني اليوم تسقط، يعني شلون انا جايك من بعيد، مناطق بعيده، اريد استلم وتقول لي ازدحام؟ ما يصير اخويا، تكثر محطات ووزع بتنظيم اعتيادي، هذا الحل الوحيد. يعني مهزلة هذه، والله مهزلة. إذا يقبلون نسوانهم المسؤولين تقب، خلي يجون يفرجون يشوفون بعيونهم. ما يصير هالشكل. يعني 100 لتر شو يسوي؟ تعدينا العمر كله؟ هي 100 لتر، خلي يوزعون بالمحطات، يكثرون المحطات، يجهزون المحطات اللي بالشرقاط، أو ينطون الوكلاء. إذا أنطوا الوكلاء يصل النفط إلى باب البيت. احنا بفلوسنا وعلى الوكلاء، والوكلاء هسه انا يعني قاموا اللي عنده قرابه، اللي عنده عرف، مشى قبل المواطن اللي ما عنده. هسه اروح اتفرج على الباب، على الشباك، صوروا له الشباك وشوف العالم اللي صاير بها، النسوان والزلم والشياب وكلها مرضى وجو بارد من الخمسة الصبح، العالم واقفه. شو على الوكلاء الغذائيه؟ اصلا بالما تروح هين وهين والناس متبهدله. هذا احنا الشياب كنا واقفين من الصبح، من طلعت الشمس قبل الاذان واقفين، والمحسوبيه والمنسوبيه موجوده. لا اللي عرف روح، واللي ما يعرف روح. والله اني واجف من الصبح، واليوم كل ما تجي محطه هالشكل روح على فلان، ارجع على فلان، وكل المحطات بس اللي افترحنا. احنا نريدها ترجع على الغذائيه. ابى الغذائيه يستلم بطايق ربعه ويروح يسلم من ربعه. انا هذا البطايق اريدك اشم من احد يقدر يحاسبني؟ حاشي يقول لك انت قاعد تبيعون بطايقكم على الوكلاء. شنو نبيع على الوكلاء؟ هذه بطايقنا شايلينها بايدينا وكل شيء ما محصل. اخلي بكل محطة 10 صهاريج وخليه يستلم وراها يقوم يتنحى بالمحطة، خليه يجيب بطاقة ما يلقي. صحيح. عليش انت جايب لي صهريج و15 منها ما تجيب وقايمة جامعة؟ هذا الوضعية، خلي صور الوضعية وشوف الوضع. يعني احنا انا موظف، هذا انا موظف يدقون علي من الدائرة، هذه هويتي، خلي يشوفون هويتي، هذه هويتي. يصير انا موظف ما مستلم لحد الان وهذه بطاقتي بجيبي؟ يصير؟ الله يقبلها. محمد العباد، هذا البطاقة موجودة تكشمت مدري وين راحت. خلينا نكون واقعيين، سولفوا الحق، علشان سولفوا الباطل. بهدلة، كلها بهدلة، ونريد احنا قطوعات علش، احنا للنفط علش، ايش احنا ندور نفط؟ بدال قطعة واحدة تجيب أربع قطوعات على الشرقاط، قطعة واحدة راح تسقط رقم واحد، راح يسقطونها باشر، احنا ما نريدهم يسقطونها، لأن كثير ناس ما استلمت. فرقم واحد ما نريدها تسقط، هذا احنا مناشدتنا لهم، ونريد يدحجون على الفقير، لأن الناس ما عندها، يعني تجاري غالي، بطل الغاز التجاري ب 2000 دينار، بطل النفط ب 2000 دينار تجاري. منين لها؟ اكو ناس عماله ما عندها.